مستوى مع الجميع، هذا هو جوهر السؤال، لأن يبدو فيه تعامل مختلف في حالة دبي، بل لأنه يحوز ربما شعبية أكبر وبالتالي فرصة تكون أكثر من غيره. لا بالعكس، أنا بنقول لك حاجة، يعني هو أنا بالنسبة لي أنا كخالد المشري، لما يكون لو افترضنا فتح الباب للجميع، مترشح سيف ومترشح حفتر ومترشح عقيلة ومترشح دبيبة، نقول لك لا، نتمنى يفوز دبيبة، ما هذا ما فيها شك يعني. طيب، ذكرت سيف الإسلام القذافي، هل لديكم موقف خاص من ترشح سيف القذافي؟ طبعا نحن بكل قوة ووضوح نرفض ترشح سيف الإسلام القذافي. سيف الإسلام يجب أن يذهب إلى المحكمة ويسلم نفسه ويحل مشاكله مع القضاء، عنده حكم قضائي بالإعدام، ولا يمكن أن نحن نتجاوز هذا الحكم، وهو حكم غير مشمول حتى بقانون العفو المعيب الغير صحيح اللي أصدر مجلس النواب لو اعتمدوا عليه، وغير مشمول بالقانون اللي بالحكم المحكمة الدائرة الدستورية الدائرة المحكمة العليا بإعادة القضية لدائرة استئناف أخرى، لأن إعادة القضية لدائرة استئناف أخرى لا يستفيد منها المتهم الغيابي. وبالتالي نحن نطالب بكل قوة بسيف أن يسلم نفسه ويتم القبض عليه وإحالته للمحكمة وإتمام الإجراءات القضائية وبعدين يترشح. مش معقولة شخص متهم ومدان وحكم عليه بالإعدام رمي بالرصاص يدخل الانتخابات الرئاسية لمجرد اجتهاد في نص قانون. يعني الرفض متعلق بكل وضوح. أستاذ خالد، الرفض متعلق بالحكم القضائي فقط أم أن أيضا له علاقة بكونه هو ابن معمر القذافي اللي كان على رأس النظام السابق؟ شوف، الرفض نوعين، هذا الرفض القانوني والرفض الدستوري. جيب الرفض السياسي، أنا التقيت ببعض من المؤيدين لسيف أو من جماعة سيف أو المقربين منه، وتحدثوا أنه هو ربما لديه برنامج على المصالحة وغيره، وأنا نقول لك بكل وضوح أنا لا يمكن أن أقبل ترشح سياسيا وليس قانونيا أي من أبناء القذافي. أنا مش راضي بأن ابن القذافي يكون مسجون في لبنان، المفروض نجلبوه لليبيا ويقعد في ليبيا. مش راضي أن زوجة القذافي أو بنته أو ابنه الآخر موجود في دولة أخرى، المفروض يرجع إلى ليبيا. أنا يعني مفرق ما بين مواطن ليبي، المفروض أنا نحافظ عليه كمواطن ليبي غيرتي على ليبيا، لكن لا أقبل ترشحه لرئاسة. لماذا؟ لأن أي إنسان سليم عاقل لو قلت له لأبوه وأخوته وأمه شردها ومشت حفيانة هي واختها في الصحراء باش مشت للجزائر، وبعدين أخوه الثاني مقعد محبوس في بلاد أخرى، وأخوه الثاني مش عارف إيش، وهو قطعوا له أصوابعه، وبعدين بيجي يقول أنا بنترشح بدي المصالحة. لا، مش بدي المصالحة. طيب، سيف لو طالما الحالة هي رفض أستاذ خالد، وأعذرني سأقاطعك كثيرا في الدقائق المتبقية من اللقاء، كل ما وصلت فكرتك أعذرني فقط، طالما الحالة هي رفض في الحالتين قانونيا وسياسيا.